واتبع الهدى. الهدى هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ونحن نقرأ في آخر الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. وأما المنعم عليهم فهم الذين جمعوا بينهما، بين العلم النافع والعمل الصالح. واتبع الهدى.